بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ منزل آسیب، سحر اور بعض دوسرے خطرات سے حفاظت کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ یہ آیت کسی قدر کمی او بیشی کے ساتھ القول الجمیل اور بہشتی زیور میں لکھی ہے۔ القول الجمیل میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہم تحریر فرماتے ہیں، منزل عظیم الشان قرآنی عمل ہے۔ خیر القرون سے یہ عمل اہل اللہ کا ورد رہا ہے۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ صاحب قدس سرہم کے خاندانی بزرگان و مشائخ کا بھی یہ مقبول اور مجرب وظیفہ رہا ہے۔ دوستو، وظیفہ بہت ہی عظیم الشان ہے۔ یہ 33 آیات ہے جو جادو کے اثر کو دفع کرتی ہے اور شیاطین اور چور اور درندوں اور جانوروں سے پناہ ملتی ہے۔ اور بہشتی زیور میں مولوی تانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی پر عصب کا شعبہ ہو تو آیات ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دے اور پانی پر دم کر کے مریض پر چھڑک دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل کا وظیفہ یہ ہے، یہ وہ 33 آیات ہے جس سے آپ ہر قسم کے مشکلات سے نجات پا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته
على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله بذو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك بالملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ضحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لادب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا والله شطط بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم یہ منزل آسیب سحر اور بعض دوسرے خطرات سے حفاظت کے لیے
ایک مجرب عمل ہے۔ صبح شام ایک مرتبہ آپ پڑھا کریں، بازار میں یہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، الفاظ میں غلطی ہو گئی ہو، یا اسکرین پر آپ کو کچھ آیاتیں نظر نہیں آ گئی ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منزل خامخا یہی ہے۔ منزل دراصل بہت سے علماء کرام سے مختلف طریقوں سے نقل ہے کہ اس میں کچھ آیات زیادہ ہے، کچھ کم ہیں، لیکن جو عام طور پر بازار میں ملتے ہیں ہمارے علماء کرام نے جس کو شائع کیا ہے، وہ 33 آیات قرآن مجید سے اکٹھے کر کے منزل بنایا۔